نادية من بوتس اند بايتس. عبر لوليا تي في بدي أقول لكم رمضان كريم ينعاد عليكم. اليوم رح نحضر أكلة مصرية بامتياز اسمها الحواوشي. الحواوشي هو عبارة عن عرايس عيش ومحشية بلحم وخضرة وبهارات سبيشل لإلها. تابعوني لتعرفوا أكثر. لنص كيلو لحمة مفرومة ناعم رح نحتاج لفليفلة حمراء، تقريبا وحدة فليفلة حمراء صغيرة، فليفلة خضراء وبصل مفروم ناعم. منبلش بالبهارات. نص ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة بودرة ثوم، نص ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة هيل، وربع ملعقة كمون. بدنا نحاول نعمل الخلطة هيدي متجانسة ومثل العجينة. هلأ بنخلط اللحمة مع كل الخضرة والبهارات بطريقة ليصيروا متجانسين ويسهل حشيهم بقلب الخبز. عادة الخبز اللي بيستعملوه بالحواوشي بمصر هو خبز البلدي أو العيش البلدي، بيكون سميك، بس اليوم حبيت هيك نعمل تغيير بسيط وأسهل للتقديم لما يكون في عنا إفطار وعزيمة. كل خبزة رح نفتحها رح نحشيها باللحمة، رح نحضر أي مقلاية صغيرة. في طريقتين، ناس بيخبزون بالفرن وناس بيعملون على الغاز من فوق. نحن رح نعتمد هيدي الطريقة اليوم. دهنا المقلاية بزيت نباتي وبدنا نبلش نحط الحواوشي لنحمصهم. نحن وعم نحمص الخبز بدنا نضغطهم شوي تيستوي اللحمة بقلبهم على الوجهين، يعني بعد ما يستوي أول وجه رح نبرمها وكمان نحمص تاني وجه. وهلأ صاروا الحواوشي استووا، طفينا النار ولحنحضرهم للتقديم.